الله بك وبارك الله بجميع كادر مركز التعليم المستمر على إقامته هذه الندوة، وإن شاء الله تكون هذه الندوة ندوة علمية متميزة يستفاد منها طلاب الدراسات العليا المتقدمين للدراسات العليا، ونسأل الله أن يكون لهم طيب الاستماع وأن تكون هذه الدورة هي مفيدة، وكذلك السادة التدريسيين والمسؤولين في شعب الدراسات العليا في الجامعة والجامعات العراقية كافة. في البدء اليوم عندنا آلية التقديم للدراسات العليا، كيف يمكن للمتقدم أن يتقدم بفتح الدراسات العليا، وما هي الأمور اللي راح يحضرها للدراسات العليا؟ اليوم عندنا خطوات ومراحل التقديم للدراسات العليا. الخطوة الأولى اللي هي المستمسكات المطلوبة للدراسات على المتقدمين لدراسة الماجستير والدبلوم العالي، سحب وثيقة تخرج معنونة إلى الجهة المطلوبة التقديم إليها، تحوي على معدل الخريج زائد معدل الطالب الأول على الدراستين الصباحية والمسائية وللدورين الأول والثاني، وفي حال عدم وجود دراسة صباحية عدم وجود دراسة مسائية يكتب ملاحظة لا توجد دراسة مسائية. أما للمتقدمين لدراسة الدكتوراه فيجب على المتقدم لدراسة الدكتوراه سحب وثيقتي تخرج، الأولى للبكالوريوس والثانية للماجستير، مثبتا فيها المعدل رقما وكتابة. زائدا بالنسبة للي حاصلين على شهادات من خارج العراق، شهادة المعادلة الصادرة من دارة البعثات بالنسبة للحاصلين على هذه الشهادة من خارج العراق. أيضا على المتقدم للدراسات العليا تهيئة شهادات الكفاءة الآتية اللي هي كفاءة الحاسوب واللغة العربية وكذلك اللغة الإنجليزية. كذلك على المتقدم تهيئة صور شخصية ذات خلفية بيضاء من أجل رفعها بموقع التقديم للدراسات العليا أي بمنظومة التقديم، وأيضا تحضير المستمسكات الثبوتية اللي هي الجنسية وشهادة الجنسية وبطاقة الموحدة أو البطاقة الموحدة مع بطاقة السكن أو تأييد السكن. كذلك الموظفين مطالبين بكتاب عدم ممانعة بالنسبة للموظفين وكتاب استثناء من قبل الوزير المختص للموظفين الذين تقل معدلاتهم عن 65. كذلك يجب على المتقدم أن يكون لديه بريد إلكتروني جيميل ومفعل تستطيع استلام الرسائل عليه، كذلك رقم هاتف فعال، ويجب أن يكون البريد الإلكتروني مفتوح أثناء عملية التقديم، وكذلك رقم الهاتف يجب أن يكون فعال وغير مغلق ليتصل أو يتصل به الكلية أثناء التدقيق. يبدأ التقديم للدراسات العليا على الموقع اللي هي هذا الموقع. أكثر المتقدمين سألوا وين الموقع اللي موجود ممكن أتقدم عليه، على الموقع اللي هو idm.rdd.edu.iq يوم 2/5 اللي هي يوم أمس بدأ التقديم ويستمر لغاية 1/6/2023. عند التقديم للدراسات العليا كيف يمكن أن تتقدم للدراسات العليا؟ أولا يجب أن تفتح الرابط، رابط التقديم اللي هي idm.rdd.education.iq. بعد ذلك ندخل للموقع وسنرى أن هناك جامعات مستقلة على هذا الموقع، راح نشوف هناك جامعات مستقلة اللي هي أولا جامعة بغداد، جامعة الموصل، جامعة بابل، الأنبار، الجامعة المستنصرية، جامعة التقنية الشمالية، جامعة التقنية الوسطى، وكذلك السنة أيضا صارت بها جامعة النهرين. أما الجامعات الأخرى فسيكون التقديم عليها من خلال الموقع مثل مباشرة إنشاء حساب والخاص بالوزارة من خلال هذا الموقع، واللي هو لو راح نفتح الموقع راح نلقى الموقع بالشكل اللي واضح مثل هذه الصورة، راح نشوف مباشرة بدون ما نروح للمواقع اللي أخرى. إذا نضغط على موقع جامعة بغداد راح يحولنا على رابط الخاص بجامعة بغداد، إذا نضغط لجامعة الموصل راح يحولنا على الرابط الخاص بجامعة الموصل. أما أنه أنت تبقى مباشرة راح تنطي إنشاء حساب جديد، راح مباشرة راح ينشئ لك حساب بالنسبة للجامعات الأخرى سواء جامعة تكريت أو الجامعات الأخرى. قد ما أريد نقدم للدراسات العليا على جامعة تكريت، لأن جامعة تكريت مربوطة الموقع مالها مباشرة مع موقع الوزارة، مباشرة نختار إنشاء حساب جديد. بعد ما ننشئ حساب جديد راح تظهر لنا
ننطين شاحنة راح تظهر لنا هاي الصورة. هاي الصورة موجود فيها لو نلاحظ الحقل الأول اللي هو البريد الإلكتروني. بعد ما نضع البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم يجب أن مثل ما قلنا قبل قليل أنه هذا البريد الإلكتروني يجب أن يكون فعال وعندك أيضا مفتوح هذا البريد الإلكتروني حتى تصلك رسالة التأكيد على البريد الإلكتروني الخاص بك اللي هو رمز التفعيل. بعد ما يصلك رمز التفعيل على الإيميل ممكن أن تفتح الإيميل صندوق البريد، وأحيانا هاي الرسالة ما ممكن أن تجي بصندوق البريد، ممكن أن تروح على أسبام اللي هي الرسائل غير المرغوب فيها. من تفتح الرسائل غير المرغوب فيها أحيانا تروح للسبام تفتحها راح تلقى رسالة التفعيل اللي هي من موقع الدراسات العليا وبها كود التفعيل. كود التفعيل راح يتكون من 6 أرقام، هاي 6 أرقام تضعها في المربع الخاص برمز التفعيل، بعد ذلك تنطيها حفظ واستمرار اللي هي راح تكون موجودة مثبتة باللون الأخضر في الأسفل. بعد ما يتفعل الحساب مالتك راح تظهر لك الصورة الأخرى الآتية. هاي الصورة بها أول حقل اللي هي حقل الاسم واللي هي راح يكون كل اسم على حدة، الاسم الأول من حضرتك زائد الاسم الثاني اللي هو اسم الأب، والثالث اسم الجد والجد الرباعي، بعد ذلك اسم الأم الثلاثي كذلك، ما يكتب ثلاثة كلهن بحقل واحد، كل واحد بحقل مختلف، الاسم زائد اسم الأب زائد اسم الجد. الجنسية اللي تختارها الحقل الآخر اللي هو الجنسية أكيد أنت جنسية عراقية، إذا كنت غير عراقي راح أكو رابط خاص بالطلبة غير العراقيين، أكو رابط خاص لهم على موقع البعثات واللي هي موقع الوزارة الخاص بالجنسيات غير العراقية واللي ممكن أن يقدمون داخل العراق من خلال هذاك الموقع. تاريخ الميلاد مباشرة أنه عند ضغطك على تاريخ الميلاد راح تظهر لك التقويم، وهذا التقويم هو فيه تاريخ بالبداية السنة راح تختار السنة، بعدها راح تختار الشهر، بعد ذلك راح تختار اليوم الخاص بتاريخ الميلاد، الجنس أيضا راح تختاره ذكر أو أنثى، ومن ثم رقم الهاتف مثل ما نوهنا قبل قليل أنه رقم الهاتف يجب أن يكون هاتف فعال وممكن أن تصل عليه الرسائل الخاصة سواء كان من منظومة التقديم أو من خلال الاتصال به في حال طلبة الكلية أثناء التدريب. عنوان السكن، عنوان السكن يجب أن يكون عنوان السكن مثل ما موجود في بطاقة السكن، أغلب الأحيان موجود عنوان السكن هو موجود في بطاقة السكن، وذلك يجب اختيار ذلك على بطاقة السكن لأن بطاقة السكن هي الوثيقة الرسمية أو تأييد السكن إذا ما كان عندك بطاقة سكن، من خلال ذلك تقدر تختارها عنوان السكن من خلال أول وحدة المحافظة ومن ثم الناحية والقضاء ومن ثم عنوان السكن الحالي اللي هو اسم الحي مالتك، بعدها الزقاق والمحلة والزقاق والدار واللي هي هذه على الأغلب إذا ما موجود بطاقة السكن راح تلقاها في البطاقة التموينية. بعد ما نكمل الحقول الأولى راح نلقى جوة اللي هي حقل صغير فيه قبلها عملية حسابية، هاي العملية الحسابية حتى تظهر أنه أنت ليس روبوت أي ليس رجل آلي وإنما أنت إنسان، فيجب أن تكون عندك هاي تجمع الدرجات، مثلا إحنا هنا بهاي الصورة ظهرت لنا 7+3 راح تكتب 10 ومن ثم تكتب تختار إنشاء حساب. بعد ما تختار إنشاء حساب راح تحفظ البيانات راح تتحول إلى الخطوة التالية اللي هي راح الصورة الشخصية. لو نلاحظ أنه بعد ما أكملنا إنشاء الحساب راح نشوف أنه أكو رسالة وصلت إلى الإيميل، راح تروح البريد الإلكتروني راح تشوف أكو كلمة مرور خاصة بك وصلت مع الإيميل الخاص بك. عندما تحاول تسجل بعد ما تخرج من هذا الحساب عندما تحاول تسجل مرة ثانية راح تلقى الإيميل وتلقى الباسورد حتى ما تنسى موجودة في بريدك الإلكتروني. بعد ما كملت الخطوة الأولى تضغط على اضغط هنا للانتقال، لو نشوفها نلاحظها بالعلامة الزرقاء أنه اضغط هنا للانتقال إلى الخطوة التالية واللي هي الصورة الشخصية. عندما نحاول نختار صورة شخصية
يقول لك اختار يا اما نوعها جي بي جي جي بي جي او جي اي بي جي. هاي نوعين من الملفات، يعني ما تقدر تختار ملف بي دي اف او اي ملف اخر وورد او اي ملف تقدر تختاره، يجب ان تكون صيغه، وهاي صيغه معتمده لمنظومه التقديم. عندما تختار اختيار ملف راح تروح للحاسبه، داخل الحاسبه وين موجود الصوره مالتك داخل الحاسبه راح تختارها، راح من راح تحملها راح تظهر لك بهذا الشكل. بعد ما تكمل رفع الصوره الشخصيه تضغط على رفع الصوره واستمرار. بعد ما تكمل رفع الصوره واستمرار راح تروح لك على معلومات الشهاده اللي انت حاصل عليها. راح نشوف هاي الخطوه اللي هي خطوه مهمه جدا حتى تظهر لك المعلومات اللي بمعلومات التقديم للدراسات العليا. هاي المعلومه معلومات مهمه جدا اللي هي اول وحده، اذا كنت حاصل على شهاده الماجستير راح تظهر لك معلومات خاصه بالبكالوريوس بوثيقه البكالوريوس ومعلومات البكالوريوس فضلا عن معلومات الماجستير. اذا كنت حاصل على فقط شهاده البكالوريوس وتريد تقدم على شهاده الماجستير راح تظهر لك فقط معلومات شهاده البكالوريوس. لو نلاحظ الآن هاي الصورة اللي أمامنا مختارين فقط بكالوريوس، ولذلك ظهرت لنا معلومات البكالوريوس. لو نختار أنه الماجستير راح تظهر لنا معلومات البكالوريوس فضلا عن معلومات الماجستير راح تملاها مثل ما أنت ماخذها من تحصيلك الدراسي. أول وحدة اللي هي أضغط على أعلى شهادة حصل عليها واللي هي بكالوريوس راح تختارها الآن. البلد المانح للشهادة العراق، الجامعة طبعا كل الجامعات العراقية والكليات الأهلية موجودة من ضمن دليل الجامعات اللي موجود، وكذلك أيضا موجود من الجامعات الخارج العراق إذا كنت حاصلها من خارج العراق. أيضا الكلية أيضا موجود، كل الكليات اللي موجودة بداخل العراق، وممكن أن تختار هذه الكلية قد ما تختار الجامعة اللي متخرج من عندها. القسم ايضا موجود بكل الاقسام اللي قد ما تختار راح اوتوماتيكيا هو راح يظهر لك الاقسام الخاصه بهذه الكليه ومن ثم تختار القسم. الشهاده الحاصل عليها بالتاكيد راح تشوف راح تلقى الاختصاص من خلال اختيارك للخيارات اللي قبلها راح تختار الشهاده والتخصص، كل واحده معتمده على الحقل اللي قبله تختار اختيار بشكل صحيح. معدلك في البكالوريوس، ايش قد معدلك بالبكالوريوس سواء كنت الاول او الثاني او الى اخره، تبغى يعني تعطي المعدل البكالوريوس بالتفصيل الدقيق بالخيارات الدقيقه الخاصه بالمعدل. المعدل يكتب بالبوينتات اللي حسب ما موجود بالوثيقه، مثلا معدلك 77.6 تكتب 77، هاي النقطة مو فارزة، النقطة اللي موجودة بالكيبورد، النقطة تضغط نقطة بوينت اللي هي البوينت 6 تضغط 77.6 وثم تتحول على الحقل الآخر اللي هي سنة التخرج. سنة التخرج تختارها من خلال ما موجود بالوثيقة، وتاريخ التخرج تختارها حسب ما موجود بالوثيقة. أغلب المتقدمين اللي حاصلين على الشهادة ومتخرجين في الدور الأول راح يشوفون أنه المتخرج متخرج في الشهر السابع، ولذلك راح يشوفه انه تاريخ التخرج موجود بالوثيقه ويختار من خلالها اليوم والشهر والسنه. نوع الدراسه سواء كنت صباحي او مسائي، ورقم الوثيقه في نهايه هاي الصفحه موجود عندك رقم الوثيقه. بعد ما يختار رقم الوثيقه راح يشوف ايضا اكو تاريخ الوثيقه، لو نلاحظ انه هنا رقم الوثيقه وهنا الموجود حاليا تاريخ الوثيقة. أيضا معدل الطالب الأول، وهذا شيء أساسي باختيارك عندما تكون تختار معدل الطالب الأول. والآن أغلب الجامعات والكليات تضع معدل الطالب الأول ضمن الوثيقة الخاصة بالمتقدم، مو تكون على تأييد خاص يعني مختلف، لكن إذا كان تأييد آخر ممكن تنطي رقم كتاب التأييد بشكل مختلف عن رقم الوثيقة. إذا كان المعدل الطالب الأول ضمن الوثيقة راح هو نفس رقم الوثيقة، راح تكتب رقم التأييد واللي هو هذا موجود حاليا
رقم التأييد، وتاريخ التأييد راح يكون هو نفسه رقم الوثيقة. إذا كان معدل الطالب الأول على الدراستين الصباحية والمسائية والدورين الأول والثاني اللي تضعه هنا بهذا الحقل على بمعدل الطالب الأول. طبعا أكو قسم الكليات تضع معدل الطالب الأول على الدراسة الصباحية فقط، ويعني هذا تقع بخطأ كبير خارج تعليمات الدراسات العليا، ولذلك يجب أن تحتوي الوثيقة على معدل الطالب الأول. وطبعا هذه كل سنة أكو أخطاء كبيرة جدا بالوثائق، معدل الطالب الأول يجب أن تحتوي الوثيقة على معدل الطالب الأول للدراستين الصباحية والمسائية وللدورين الأول والثاني. وفي حال عدم وجود دراسة مسائية يذكر ذلك في الوثيقة، أي يكتب لا يوجد دراسة مسائية. بعد ما نكمل هذا الحقل المعدل الطالب الأول، أكدت عليه كثيرا لأن دائما يقعون بأخطاء كثيرة جدا، نعطي حفظ واستمرار. بعد ما يكمل حفظ واستمرار راح ننتقل إلى الخطوة الأخرى واللي هي خطوة الوظيفة، المعلومات الوظيفية. إذا كنت غير موظف راح تضغط على كلمة لا، أما إذا كنت موظف راح تضغط على يعني هذا الحقل اللي موجود بنعم. بعد ما تضغط على نعم راح تظهر لك الحقول الخاصة بالوظيفة. أول حقل اللي هو حقل الوزارة، أنت وين موظف بأي وزارة؟ إذا كنت على وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية أو وزارة الإسكان أو حتى على في المحافظة، إذا كنت بالمحافظة راح تضغط على مجلس المحافظة. طبعا هناك أيضا أكو بعض الوزارات تحولت الصلاحية إلى مجالس المحافظات، راح تختار، ما تختار مثلا أنت على وزارة الشباب والرياضة، ما تختار وزارة الشباب والرياضة إذا كنت منقول الصلاحيات. مثلا محافظة صلاح الدين من المحافظات اللي نقلت فيها الصلاحيات إلى المحافظة، ولذلك عدم الموانعة وكتاب الاستثناء في حال معدلك أقل من 65 راح يكون موقع من المحافظ حصرا وليس من الوزارة، ولذلك عليك أن تختار مجلس المحافظة. إذا كنت على مجلس محافظة صلاح الدين الآن والعدم موانعة من السيد المحافظ راح تختار مجلس محافظة صلاح الدين. الدائرة اللي أنت تداوم بها حاليا، مثلا إذا مثل ما ذكرنا قبل قليل إذا مجلس محافظة صلاح الدين راح تختار الدائرة مثل مديرية شباب ورياضة صلاح الدين. مكان العمل في أي منتدى مثلا أنت تداوم أو في أي مكان أنت تداوم. الآن من لو نلاحظ الصورة اللي موجودة يمنا، موجود عندنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدائرة أو الجامعة مثلا جامعة بغداد، مكان العمل مثلا مركز الحاسبة. تاريخ المباشرة بعد آخر شهادة، وهذه نقطة مهمة جدا. أكو قسم من الموظفين حاصلين على شهادات أعلى من الشهادات اللي هم يتعينوا عليها، ولذلك يجب أن تكون هذه النقطة مهمة جدا، يجب أن تكون تاريخ المباشرة بعد آخر شهادة، أي بعد احتساب آخر شهادة، مو بعد ما أنت حصلت اليوم أنا حصلت على شهادة البكالوريوس بعد سنتين يلا احتسبوا الشهادة مالتي. تاريخ احتساب هذه الشهادة، متى احتسب تاريخ الشهادة تذكر ذلك في هذا الحقل. أيضا رقم كتاب عدم الموانعة، وهذا مهم جدا. إذا كان عندك رقم كتاب عدم الموانعة بالنسبة للموظفين تضعه حسب ما موجود كتاب عدم الموانعة. أيضا تاريخ كتاب عدم الموانعة تذكر ذلك. إذا كان معدلك أقل من 65 راح يطالبك قبل قليل أنه معلومات الشهادة، إذا ذكرت أنه معدلك أقل من 65 راح يطالبك بكتاب استثناء. هذا كتاب الاستثناء أيضا برقم وتاريخ راح تظهر لك حقول لكتاب الاستثناء. بعد ذلك راح تشوف أكو فقرة أخرى اللي هي نوع الإجازة. لو نلاحظ الآن في هذا المربع أكو نوع الإجازة، أكو إجازات حسب إجازة اعتيادية، إجازة دراسية اعتيادية راح نشوفها موجودة هنا راح تظهر لنا إذا نختار إجازة اعتيادية، أو إجازة براتب أو بدون راتب، براتب أو بدون راتب، وهذه راح تخضع لقانون 20 لسنة 2020، واللي هي راح تكون أكيد بالسنة التحضيرية حسب آخر كتب لكتب وزارة التعليم العالي، راح تكون حسب قانون 20 لسنة 2020، السنة التحضيرية راح تكون بالكامل
لمدة 6 أشهر يجب أن تكون بتفرغ تام للدراسة. إذا كنت مرشح من جهة حكومية للتقديم على ضمن آلية التعاون تضغط نعم، وإذا كنت من يعني ليست ضمن آلية التعاون تضغط لا. في أغلب موظفينا اللي هم راح يضغطون لا، لأن ماكو آلية تعاون حاليا بين وزارة التعليم العالي والوزارات الأخرى إلا للخريجين خارج العراق. بعد ما نكمل هاي الحقول بالكامل نضغط على حفظ واستمرار. هنكمل حفظ واستمرار، بعد ذلك راح تظهر لنا معلومات جهة التقديم. بعد ما نكملنا الخطوة السابقة اللي هي معلومات الوثيقة، راح نشوف الدراسة اللي تروم التقديم عليها، وين راح تريد تقدم انت حاليا. انت بالبداية اخذنا شهادة البكالوريوس، راح تظهر لنا هنا الشهادة المطلوبة ماجستير. اذا كنت تريد تقدم على شهادة الدبلوم راح تظهر لك دبلوم، بس ما راح تظهر لك شهادة الدكتوراه. ليش؟ لان احنا اختارنا في معلومات الشهادة في الفقرة الثالثة اختارنا فقط بكالوريوس. لو مختارين هنا ماجستير راح تظهر لنا هنا دكتوراه، لكن احنا هنا اختارنا بهذا الحقل بهذه الخطوة اختارنا انه انا اريد اقدم على شهادة الماجستير، ولذلك ظهرت لنا هنا الشهادة المطلوبة هي ماجستير. ممكن ايضا ان راح تشوف اكو دبلوم عالي سنة واحدة ودبلوم عالي لمدة سنتين. عندما نكمل الحقل الاول لشهادة الماجستير راح نشوف هنا اكو فئات التقديم. إذا تقول بدون امتيازات راح تظهر لك قناة التقديم، أما إذا اخترت الامتياز الخاص بيك راح يعني يظهر لنا فقرات أخرى. إذا اخترت مثلا الفئة مثلا ذوي الشهداء راح تظهر لنا بهذا الحقل مكان القناة راح تظهر لنا أنت ميافية من فئات ذوي الشهداء. إذا كنت من فئة ذوي الشهداء الحشد أو فئة ذوي الشهداء اللي هي قبل 2003 أو تعويض المتضررين، راح تظهر لنا 3 فئات، تختار الفئة الخاصة بك. بعد ما تختار الفئة الخاصة بك راح تظهر لك أنت شنو قرابتك من ذوي الشهيد، أب، أم، زوج، زوجة، ابن، بنت، وهكذا إلى أن تكمل كل الفقرات تختار الفقرة الخاصة بك لهذه الفئة. إذا اخترت بدون امتيازات راح تظهر لك القناة، سواء كنت على قناة النفقة الخاصة أو على قناة العام راح تظهر لك هذه الفقرة. لنفرض كملت معلومات الشهادة واللي هي للدراسة اللي تقدم عليها، بعدها راح تظهر لك أيضا فقرة أخرى وحقل آخر لمعلومات ترقين القيد. ذكرنا دكتور عواد في ندوتنا السابقة حول كيفية ملء ترقين القيد، ويجب أن تذكر ذلك إذا كنت مرقن قيدك سابقا حتى لو كنت من ذوي الشهداء يجب أن يكون تقديمك على قناة النفقة الخاصة. هذا السؤال مهم جدا، هل تم ترقين قيدك أو إلغاء قبولك أو إنهاء علاقتك بالدراسة سابقا؟ إذا ذكرت كلا راح تنتقل للدراسة، لكن ذكرت نعم تم إنهاء علاقتي بين قوسين ترقين قيد. إذا تمت إنهاء علاقتك راح تذكر رقم وتاريخ الكتاب اللي راح تكون على دراستك على النفقة الخاصة. إذا تم إلغاء قبولك تضغط على هذه الفقرة نعم تم إلغاء قبولي، تذكر رقم وتاريخ الكتاب، وراح يكون إذا كان إلغاء قبول راح يكون تقديمك على قناة العام، مو شرط أن يكون تقديمك على قناة النفقة الخاصة. بعد ما تكمل راح تروح وين راح تروح؟ مثلا اختارنا احنا هنا كلا، راح نتحول الى الدراسة المطلوبة. هذه الدراسة المطلوبة يعني انت وين راح تقدم بالضبط؟ المكان اللي تريد تقدم عليه وين راح تقدم؟ راح تقدم هنا، راح تضغط على الجامعة اللي تريد تقدم عليها. مثلا احنا هنا مختارين جامعة بغداد، الكلية اللي تريد تقدم عليها كلية العلوم مثلا، القسم بكلية العلوم مش عندك يا اخي شنو قسمك؟ علوم الحاسوب. الدراسة المطلوب فيها شو تريد تقدم انت؟ يا دراسة قبل قليل احنا اختارنا ماجستير، ولذلك ظهرت لنا الدراسة هي ماجستير مثلا علوم الحاسوب، علوم الحاسبات. وممكن ايضا حتى تختار يعني الدراسات او التخصصات المفتوحة بامكانك الضغط هنا لمعرفة اين يمكنك التقديم، وراح تظهر لك نافذة جديدة
فيها الأماكن اللي ممكن أن تقدم بناء على الشهادة اللي أنت ذكرتها قبل قليل في الفقرة الثالثة. طبعا إذا كان عندك مقاصة علمية راح تظهر لك هنا ملاحظة أنه أنت عندك مقاصة علمية ويجب مراجعة الكلية لمعرفة المقاصة العلمية وكيفية احتسابها بالكلية. إذن هنا مكتوب عندك يجب عليك مراجعة الكلية لعمل مقاصة علمية. بعد ما كملنا هاي المعلومات بالكامل حول الدراسة المطلوبة وحول أيضا كيفية أنه اختيار الكلية اللي تتقدم عليها راح تضغط على هذا اللون الأخضر اللي هي حفظ واستمرار. بعد ما تضغط على حفظ واستمرار راح تنتقل إلى الخطوة الأخيرة واللي هي شهادات الكفاءة. طبعا أكو قبلها بجهة التقديم قبلها أكو فقرة إذا اختارت أنه أنت مثلا إذا كنت مثلا على كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة راح تختار مثلا أنت راح تظهر لك حق الآخر راح يظهر لك حق الآخر هنا اللي هي إذا كنت حاصل على البرونزية أو حاصل على الفضية أو حاصل على الذهبية على بطولات العالم أو البطولات العربية أو على مستوى العراق، وهذه البطولات يجب أن تكون موثقة ضمن ميداليات ذهبية أو فضية أو برونزية، ويجب أن تكون موثقة وضمن كتاب رسمي موقع من رئيس اللجنة الأولمبية. إذا ذكرت أنه أنت عندك ذهبية راح تأخذ 6 درجات على المفاضلة، وإذا فضية راح تأخذ 4 درجات على المفاضلة، وإذا كنت أيضا برونزية إذا كان لديك برونزية راح أيضا تأخذ درجة مفاضلة عبارة عن درجتين مفاضلة على أقرانك. راح تظهر لك هنا أنه أنت حاصل، طبعا ذكرت أنه أنت عندك برونزية راح تظهر لك هنا أنه أنت عندك ماخذ برونزية، وأيضا هاي البرونزية راح تظهر لك أنه أنت سيتم إضافة درجتين على درجات المفاضلة. هنا تختار بهذا الحقل درجة الحاسوب، إيش قد عندك درجة حاسوب ماخذها؟ مثلا متوسط، تضغط متوسط، اسم المركز الامتحاني مثلا جامعة بغداد المكتب الاستشاري، درجة اللغة الإنجليزية أيضا تختارها طبعا تقدير، أيضا عندك اسم المركز الامتحاني للغة الإنجليزية، أيضا اللغة العربية تختارها واسم المركز الامتحاني. بعد ذلك تضغط على حفظ واستمرار. بعد ما تضغط على حفظ واستمرار راح نكمل الفقرة الخاصة بشهادات الكفاءة، ومن ثم بعد ذلك راح تظهر لك صورة أخرى اللي هي معاينة قبل الإنهاء وإغلاق الاستمرار. راح تشوف كل المعلومات اللي كتبتها أنت حضرتك حول معلومات الاسم، المعلومات الشهادة، معلومات الوظيفة، معلومات المكان اللي تريد تقدم عليه، معلومات اختيار شهادة الكفاءة، وأيضا التفاصيل الأخرى والأوسمة والإنجازات. لحظة، أكو أوسمة وإنجازات. طبعا إذا يعني هنا فقرة مهمة جدا بهاي الصورة ما موجودة، لكن إذا كنت مقدم على امتيازين مختلفين راح تظهر لك هنا مكان الأوسمة والإنجازات، راح يظهر لك هنا فقرة مهمة جدا اللي هي يجب أن تختار امتياز واحد فقط. مثلا أنت إذا أنت كنت مقدم على ذوي الشهداء، إذا أنت عندك مقدم على قناة الامتيازات وعندك امتياز آخر اللي هي مثلا أنت حاصل على البرونزية بمكان معين، عندك درجتين مفاضلة، إذا يجب أن تختار يا أما البرونزية أو تختار فئة ذوي الشهداء. إذا ممكن أن تختارها واحدة من الامتيازات. إذا لا يمكنك الحصول على امتيازين مختلفين. مثلا إذا كنت أيضا أنت من الأوائل، إذا كنت من الأوائل الأول على الكلية أيضا هذا امتياز ولديه 6 درجات مفاضلة، وأيضا أنت على ذوي الشهداء تختار يا أما أنت من الأوائل أو على ذوي الشهداء، واحد من الامتيازات تختار فقط، وليس ما يحق لك أنه تختار امتيازين مختلفين لنفس عملية التقديم. إذا كنت متأكد من كل هذه، طبعا هنا راح تظهر لك مواد الامتحان التنافسي وتظهر لك الخلفيات العلمية بهاي الحقل اللي موجود هنا، شوية ما واضح هنا،
بهذا الحق راح تظهر لك مواد الامتحان التنافسي والخلفيات العلمية وأيضا عدد المقاعد، لأن أنت مثلا لما اختار قناة النفق الخاصة راح تظهر لك المقعد الخاص بك، كم مقعد، مثلا 4 مقاعد، 3 مقاعد، 6 مقاعد، راح تظهر لك المقاعد. وأيضا إذا كنت على ذوي الشهداء راح يقول لك أكو مقعد واحد فقط لهذه الفئة، وتختار إذا كنت متأكد من كل هاي المعلومات إنه هي كل المعلومات صحيحة راح تضغط على نعم أتعهد بصحة كافة المعلومات على، وخلاف ذلك أتحمل كافة المسؤولية القانونية. طبعا إذا كنت غير موظف، إذا كنت غير موظف أكو تعهد آخر موجود هنا مع هاي الفقرة، تلاحظون هاي الفقرة أتعهد بصحة كافة المعلومات، أكو فقرة قبلها راح تظهر لك إذا كنت غير موظف أتعهد بأني غير موظف أو عقد على غير موظف على الملاك الدام أو عقد ضمن 315 في أي دائرة من دوائر الدولة، وخلاف ذلك أتحمل كافة المسؤولية القانونية. راح تضغط على نعم أتعهد، ومن ثم تضغط على إغلاق، أضغط لإغلاق الاستمارة وإرسال طلب التدقيق إلى الكلية للتدقيق. إذا تضغط على هذا الحقل اللي هي باللون الأزرق، بعد ذلك راح تلاحظ أنه الاستمارة أرسلت إلى الكلية للتدقيق، تم إرسال الاستمارة للكلية لغرض التدقيق، الرجاء التأكد من البريد الإلكتروني الخاص بك. راح تروح للبريد الإلكتروني الخاص بك حضرتك اللي فعلت به هذا الموقع، راح تشوف أنه أكو عندك رسالة أنه ظهرت أنه تم إرسال الاستمارة إلى الكلية، وعليك مراجعة الكلية لتدقيق الملفات الخاص بك. إذا كنت متأكد من كل معلوماتك صحيحة بشكل صحيح تضغط على اللون الأزرق اللي هي طباعة الاستمارة، تضغط على طباعة الاستمارة وراح تظهر لك صفحة أخرى حول طباعة الاستمارة، تطبعها وتكمل معلومات، تطبعها وتسحبها وتكمل معلوماتك بشكل PDF، ومن ثم ترسلهن إلى إيميل الكلية أو ترسلها بشكل حضوري إلى الكلية الخاصة بالمتقدم. إذا كنت غير متأكد من الاستمارة أنه أنت تريد تفتحها مرة ثانية، أو صار عندك خطأ، تأكدت أنه عندك خطأ، تضغط على هاي الفقرة، أرغب، تضغط هنا أرغب بإعادة فتح الاستمارة لوجود خطأ، ومن ثم تضغط على هاي العلامة الحمراء، أضغط لإعادة فتح الاستمارة، تضغط عليها وترد ترجع تفتح الحقول واحدة تلو الأخرى لأن تكمل كل المعلومات الخاطئة وتصححها مرة ثانية. بعد ما كملت كل هاي المعلومات أكو استمارات أخرى، واللي هي استمارة رقم 500 و501 و504 و506. هاي الاستمارات يجب أن تملأ بشكل صحيح حتى قبل إرسالها للكلية للتدقيق. أول استمارة اللي هي استمارة رقم 500، استمارة رقم 500 كيفية ملء هاي الاستمارة، استمارة رقم 500 بها وجه وظهر، استمارتين بها وجه وظهر. الاستمارة الأولى بها البيانات الشخصية للطالب اللي هي الاسم الرباعي، تكتب الاسم الرباعي الخاص بك ومن ثم اللقب. طبعا قبلها أكو الجامعة، تكتب الجامعة المتقدم عليها أنت حضرتك، مثلا تريد تقدم الجامعة التكريت تكتب جامعة التكريت، الكلية مثلا التربية البدنية وعلوم الرياضة، القسم إذا هو الكلية ذات القسم الواحد تكتب أيضا القسم اللي هي التربية البدنية وعلوم الرياضة. ننتقل إلى البيانات الشخصية، الاسم الرباعي تكتب الاسم الرباعي الخاص بك ومن ثم اللقب، وتضع صورة شخصية ذات خلفية بيضاء في هذا المكان، تاريخ الجنس مالتك إذا ذكر أو أنثى، تاريخ التولد تكتب هكذا اللي هي مثلا 7/5/1997، رقم شهادة الجنسية، رقم هوية الأحوال المدنية في حال عدم امتلاكك بطاقة موحدة، إذا عندك بطاقة موحدة تترك شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية، ومن ثم تكتب رقم البطاقة الموحدة اللي يتكون من 16 رقما واللي يبدأ بمواليدك حتى تعرف شنو هو أي رقم من أرقام البطاقة الموحدة اللي هي عادة ما يبدأ برقم مواليدك، مثلا إذا كان مواليدك 1997 سيبتدأ 1997 ومن ثم تكمل الرقم إلى أن يكمل إلى 16 رقم. العنوان الدائم اللي هو مثل ما موجود ذكرنا قبل قليل
بالاستمارة الخاصة بك أثناء التقديم اللي هو كما موجود في بطاقة السكن، المحافظة، القضاء أو المدينة، الناحية أو الحي، وكذلك المحلة والزقاق والدار، وإذا كانت ما موجودة هذني في بطاقة السكن تذكر كما موجودة في البطاقة التموينية. إذا كنت أيضا رقم الهاتف النقال تذكره. إذا كنت سبق وقدمت بالدراسات العليا تضغط على هذه الفقرة سبق وقدمت في الدراسات العليا، يعني تأشر عليه علامة صح. أيضا إذا كنت موظف تكتب اسم الوزارة كما ذكرتها باستمارة التقديم واسم الدائرة والعنوان الوظيفي حسب ما موجود في خلاصة الخدمة، مو كيفك تكتب عنوان وظيفي وإنما حسب ما موجود في خلاصة الخدمة. إذا كان عندك عدم ممانعة تضع علامة صح وتكتب رقم وتاريخ عدم الممانعة، وإذا كنت غير موظف تترك هاي الفقرة اللي مظللة باللون الأصفر تتركها فارغة كما هي. ننتقل إلى ظهر استمارة رقم 500. طبعا استمارة رقم 500 تستنسخ وجه وظهر ومن ثم قبل إرسالها إلى الكلية. هاي الفقرات اللي هي بالمربعات بشكل صغير تضع عليها علامة صح حسب البيانات الدراسية. البيانات الدراسية بالنسبة للبكالوريوس إذا كنت حاصل على شهادة البكالوريوس تضع عليها صح، أما الدبلوم العالي فتضع على الدبلوم، أو إذا كنت حاصل على شهادة الماجستير فتضع علامة صح على شهادة الماجستير. شنو تخصصك تكتب هنا بهاي المكان طلع التخصص وتسلسلك بالنسبة لدفع مالتك إذا كنت بالبكالوريوس شقد تسلسلك الموجود، مثلا 16 من 40 فتضغط تكتب هنا 16 وتضغط هنا 40. آخر شهادة حاصل عليها المتقدم في التخصص من يا جامعة تذكر الجامعة وتذكر الكلية وتذكر رقم الوثيقة وتاريخها وشنو معدلك إيش قد معدلك تذكره. الدراسة المطلوبة أنت وين تريد تقدم، شنو الدراسة اللي تريد تقدم عليها، تكتب اسم التخصص المطلوب دراسته بهذا المكان، وأيضا هنا تختار بعلامة صح تريد تقدم على الدبلوم العالي المعادل الماجستير، لو تريد تقدم على الماجستير، لو تريد تقدم على الدكتوراه، لو تريد تقدم على الدبلوم العالي تختارها بعلامة صح. قناة التقديم إذا كنت تريد تقدم على قناة القبول العام قد تضع عليها علامة صح أو على النفع الخاصة، أما إذا كنت تريد تقدم على قناة الامتيازات فتتركها فارغة. هاي باللون الأحمر بكبير هاي تترك فارغة، تترك للجنة الامتحان التنافسي هي اللي راح تضع لك الدرجة بعد ما تكمل تقديمك وامتحانك للامتحان التنافسي، وبذلك كملت الاستمارة الأولى اللي هي استمارة رقم 500. راح نتحول على الاستمارة الثانية اللي هي استمارة رقم 501. استمارة رقم 501 أيضا تحتوي على صورة شخصية ذات خلفية بيضاء وتحتوي على بعض المعلومات الخاصة بالمتخرج. أيضا المتخرج من كلية تذكر اسم الكلية واسم الجامعة المتخرج منها وليس الجامعة اللي تريد تقدم عليها. هنا الاسم الرباعي، اللقب، محل وتاريخ الولادة، عنوان السكن الحالي، تسلسل الطالب وشقد عدد الدورة، وهل إذا كنت من الربع الأول هذه خاصة بالمتقدمين من الكليات الطبية والهندسية. معدل التخرج في دراسة البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير رقما وكتابة، تكتب هنا رقما وكتابة. هل سبق أن رشحت على زمالة أو بعثة خارج العراق؟ إذا كنت كانت لديك زمالة أو بعثة خارج العراق بالنسبة للموظفين، إذا كنت نعم تكتب نعم والمكان اللي تقدم عليه، إذا كنت ما عندك ترشيح تذكر كلا وتكمل المعلومات الأخرى. الشهادة اللي ترغب في الحصول عليها وين تريد تقدم أنت؟ شنو عليها شهادة؟ سواء كنت دبلوم عالي أو ماجستير أو دكتوراه. تضع علامة صح أمام الاختيار اللي يناسبك للتقديم. الاختصاص، شنو اختصاصك اللي تريد تقدم عليه؟ القسم أو الفرع، شنو اللي عليها قسم راح أنت تقدم أيضا تذكره. وأيضا إذا كنت مقدما لطلب طلبا لجهة أخرى غير هذه الدراسة، أو هل كنت مقبولا في الجامعات والمعاهد العراقية، أيضا تضع علامة صح إذا كنت مقدم بغير مكان، وإذا كنت غير متقدم في أي مكان آخر تضع على علامة لا. طبعا النقطة التاسعة، إذا كنت غير موظف
إذا كنت غير موظف تترك هذه الفقرة، وما إذا كنت موظف تذكر اسم الوزارة والدائرة وتاريخ أول تعيين والعنوان الوظيفي، واللي قلنا قبل قليل أن العنوان الوظيفي تأخذه من خلاصة الخدمة. هاي الاستمارة بعد ما تكملها تكتب اسم المتقدم اللي هو حضرتك والتاريخ، ومن ثم توقع توقيعك الخاص به. أما هاي الفقرة تتركها للموظف المدقق الخاص بالكلية. راح ننتقل إلى النموذج رقم 504. هذا النموذج مهم جدا للمتقدمين وأيضا للمدققين، لأن بي معلومات دقيقة بشكل بي. أولا اسم المتقدم، طبعا اسمك الثلاثي، وين تريد تقدم على يا دراسة، تذكر اسم الدراسة مالتك، ماجستير دبلوم عالي أو دكتوراه، الكلية تريد تقدم عليها، وأيضا الجامعة اللي تريد تقدم عليها. أكو هاي التعهدات مهمة جدا إذا كنت موظف أو كنت غير موظف. أول تعهد اللي هي أن أتقدم بطلبي لغرض القبول لهذا العام 2023-2024 إلى كلية أو معهد لنيل شهادة. طبعا هذا أنت وين تريد تقدم، دبلوم عالي، ماجستير أو دكتوراه، تضع علامة صح في أحد المربعات الخاصة بك، أي المكان اللي تريد تقدم أنت، نوع الدراسة الخاصة بك. إني غير موظف في أي دائرة من دوائر الدولة، إذا كنت غير موظف تضع علامة صح في هذا الحقل، أما إذا كنت موظف تضع علامة صح في هذا الحقل الخاص بمعلومات الوظيفة واللي تذكر فيه الدائرة والوزارة الخاصة به. شنو عندك مثلا عدم ممانعة؟ أيضا أنت لازم يجب أن تتعهد أنه أنت عندك عدم ممانعة أو إجازة دراسية أثناء التوظيف لإكمال دراستك وفقا لضوابط الإجازات الدراسية 2023-2024 في حال قبولك. أيضا النقطة مهمة جدا أني لم يتم إنهاء علاقتي بالدراسة، أيضا تضع علامة صح في حال لم يتم ترقين قيدك سابقا في الدراسات العليا. إذا تم إنهاء علاقتك بالدراسة سابقا أو رقم قيدك بالدراسة سابقا، تضع رقم وتاريخ الأمر الجامعي بترقين القيد أو إنهاء العلاقة. أيضا التعهد الآخر، لم يتم إنهاء علاقتي بالدراسة بسبب الغش أو التزوير. إذا لم يتم إنهاء علاقتك بهذه الفقرة تكتب نعم لم يتم إنهاء علاقتي لهذا السبب، أو لم يتم إنهاء علاقتي بالدراسة بسبب الغش أو التزوير، تكتب نعم لم يتم إنهاء علاقتي بس لهذا السبب. أما إذا كنت يعني ظهر أنه أنت مثلا غاش أو مزور سابقا، بالتأكيد راح ترقم قيدك بالدراسات العليا، لأن راح تتحمل كافة التبعات في حال تبين الجامعة عدم صحة هذا التعهد بإلغاء قبولك، انطلاقا من الشعور بالمسؤولية والحقوق، أيضا الحفاظ على الحقوق والواجبات والحيلولة دون تضليل المؤسسة بمعلومات غير صحيحة للكلية الجامعة والوزارة ولترصين المستوى العلمي للقبول بالدراسات العليا ولأجله أوقع في أدنى. تكتب بعد ما تكمل، تكتب الاسم والتاريخ ومن ثم توقع اسمك الثلاثي وتوقع في هذا المكان. بعد ما تكمل هذه الاستمارة، استمارة 504 تتحول إلى استمارة 506. طبعا ما نسيت أن نزلكم استمارة 506. استمارة 506 هي استمارة خاصة بال المقابلة، وهذه الاستمارة موجود فيها فقط اسمك الثلاثي والمواليد الخاصة بك والجنس، ومن ثم تترك الحقول الأخرى فارغة كما هي. هذه الحقول خاصة بالمحاور العقلية والمحاور الجسدية، وهذه خاصة بالأساتذة اللي راح يكونون بالمقابلة واللي هم راح يملؤون هذه الاستمارة. شكرا لحسن استماعكم وأصغائكم لهذه الندوة، وأترك الكلام إن شاء الله راح يكون لزميلي وأخي المدرس المساعد أو بشار لإكمال هذه الدورة. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم.
أسمعك أستاذ محمد. شكراً أستاذ. أشكر جميع كادر مركز التعليم المستمر، والشكر موصول لزميلي وأخي دكتور كهلان على ما تفضل به من معلومات قيمة. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستاذ الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المدرس المساعد بشار عواد موسى، قسم شؤون الدراسات العليا. نظرا لكثرة الأسئلة المتكررة والمتداولة على مسامعنا، نبين لكم أدنى الأسئلة الأكثر تكرارا والتي من خلالها سوف تتم الإجابة على كل سؤال. السؤال الأول، طبعا أنا راح أسأل أسئلة وراح أجاوب عليها بنفس الوقت، إن شاء الله راح تستفادون منها. هل يوجد شرط للنجاح بالامتحان التنافسي؟ نعم، الشرط الأساسي في الامتحان التنافسي، يعني في حال هنالك دراسة معينة تم التقديم إليها ولم يكن هنالك نجاح في الامتحان التنافسي، ما راح تكون الدراسة موجودة إلى أن قد تأتي تعليمات من الوزارة بإشغال المقاعد الشاغلة. السؤال الثاني، معدلي أقل من 60، هل يحق لي التقديم على الدراسات العليا؟ نعم، يحق لك التقديم على النفقة الخاصة حصرا، يعني إذا معدلك أقل من 60 يحق لك التقديم على النفقة الخاصة حصرا. أما إذا كنت موظف فيجب الحصول على كتاب استثناء وإرفاقه مع كتاب عدم الممانعة. السؤال الآخر، هل توجد توصية للتقديم للدراسات العليا؟ طبعا هذا السؤال البارحة أحد الحاضرين سأل هذا السؤال وما كان وقت للإجابة عليه. طبعا لا توجد توصية إلا للمتقدمين، يعني ماكو توصية إلا للمتقدمين على كليات العلوم الإسلامية وأقسام علوم القرآن في الكليات الإنسانية، على أن تكون التوصية من القسم المتخرج منه الطالب حصرا، يعني إذا كان هو خريج جامعة الموصل مثلا، كان سؤال أحد الحاضرين، إذا كان هو متخرج من جامعة الموصل فالتوصية تكون من القسم من جامعة الموصل ومن القسم المتخرج منه الطالب، يعني من خلال تدريسي القسم تكون التوصية، ويوصى من قبل وتكون التوصية من قبل أستاذ أو أستاذ مساعد ولا تقل عن تدريسيين. السؤال الآخر، أنا من خارج المحافظة، هل يمكن أن أقدم على جامعة كريت؟ نعم، يحق لك التقديم على أي جامعة حكومية، إذا أنت من أي محافظة يحق لك التقديم على أي جامعة حكومية. متى يمكن أن أكمل التصريح الأمني؟ بعد القبول في الدراسات العليا وإصدار الأمر الجامعي بذلك. طبعا كان العام أكو تصريح أمني ومساءلة وعدالة، الآن ماكو فقط بس تصريح أمني، ومطالب بعد القبول في الدراسة وإصدار الأمر الجامعي بذلك. أنا الأول على قسمي في جامعة كركوك مثلا، هل يمكن أن أقدم على الأوائل للقسم المناظر في جامعة تكريت؟ كلا، الجواب كلا، لا يمكن ذلك، كون المقعد مخصص للأول على القسم المتخرج منه الطالب والمفتوح فيه هذه الدراسة، ويمكنك التقديم على قناة العام والتنافس حسب الاستحقاق. السؤال الآخر، كيف يمكن أن أرسل المستمسكات المطلوبة إلى الكلية؟ بعد الحصول، بعد الإعلان الأول والنهائي، يتم تدقيق الأسماء مع الفايل الورقي وقبل صدور الأمر الجامعي. وثيقتي قدمت بها في السنوات السابقة، هل يمكن أن أقدم بها؟ عفوا، أكو سؤال آخر، العفو السؤال الثامن، العفو السابع، كيف يمكن أن أرسل المستمسكات المطلوبة إلى الكلية؟ بإمكانك أن ترسل المستمسكات بملف كامل PDF إلى إيميل الكلية المعلن
في نظام الترقيق وإضافة جميع المستمسكات المطلوبة واستمارات التقديم اللي هي 500 و501 و504 و506 إضافة إلى استمارات الامتيازات الخاصة بالمتقدمين. متى يمكن أن أسلم مستمسكات الورقية؟ بعد الإعلان الأولي والنهائي لتدقيق الأسماء مع الفايل الورقي وقبل صدور الأمر الجامعي. بعض الكليات طبعاً إحنا كجامعتنا بعض الكليات إنه سمحت أن يكون تقديم الفايل يكون عن طريق إيميل الكلية للتسجيل على الطالب، مثلاً إذا كان محافظة بغداد أو الموصل. يعني راح تشوف أنت إذا تدخل على الكلية المعنية اللي في تقدم بها تشوف هم مش طالبين إنه تقدم على مستمسكاتك يا أما حضوري أو ترسلها عن طريق الإيميل PDF. السؤال الآخر، وثيقتي قدمت بها في السنوات السابقة، هل يمكن أن أقدم فيها لهذه السنة؟ نعم بإمكانك التقديم بها حتى لو أخذتها قبل عدة سنوات، لكن يجب أن تستوفي الشروط الأساسية والمتمثلة بمعدل الطالب ومعدل الطالب الأول على الدفعة للدراستين الصباحية والمسائية وللدورين الأول والثاني زائد تسلسل الطالب على الدفعة، وفي حالة وجود دراسة مسائية وفي حالة وجود عدم دراسة مسائية يذكر ذلك في الوثيقة. السؤال الآخر، طبعا هذا سؤال أكثر تداول، اللي هو حصلت على شهادات الكفاءة في العام 2021، هل يمكن أن أقدم بها للعام الحالي 2023؟ إذا حصلت عليها قبل 1/9/2021 لا يمكنك التقديم بها كونك قد استنفذت عمليات التقديم لعامين دراسيين هما 2021 و2022. أما إذا حصلت عليها بعد 1/6/2021 فيمكنك التقديم بها لهذه السنة 2023-2024. السؤال الآخر، لدي شهادات كفاءة إلكترونية، هل يمكن التقديم بها إذا حصلت عليها؟ هي طبعا إذا كانت إلكترونية، إذا حصلت عليها قبل 8/5/2022 فيمكنك التقديم بها. أما إذا كانت الشهادات إلكترونية حصلت عليها بعد 8/5 فلا يمكن التقديم بها، ويتوجب عليك إحضار شهادات كفاءة حضورية للتقديم للدراسات العليا. السؤال الآخر، أنا من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ما هي الاستمارة الخاصة بالتقديم وكيف يمكن أن أقدم عليها؟ الاستمارة المطلوبة طبعا لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة هي رقمها 600، ويمكن تحميلها وطباعتها من موقع التقديم للدراسات العليا وتملأها وتوقعها من دائرة الإعاقة في المحافظة، وتكمل الأوليات الخاصة باللجان الطبية ومن ثم وزارة العمل والشغل الاجتماعية ليتم إكمالها من الدوائر ذات العلاقة. سؤال آخر، أنا من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، معدلي أقل من 65، هل أقبل في الدراسات العليا وما هي ضوابط القبول فيها؟ يمكنك التقديم والتنافس مع زملائك المتقدمين في حالة وجودهم، وعند القبول سيكون قبولك على النفقة الخاصة حصرا كون هذه القناة تسري عليها تعليمات الدراسة العليا. ما هي مقاعد الامتيازات؟ طبعا مقاعد الامتيازات هي ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وذوي الإعاقة. كم عدد المقاعد لذوي الشهداء؟ 3 مقاعد لكل فئة مقعد، ذوي الشهداء قبل 2003 مقعد، وذوي شهداء الحشد مقعد، وتعويض المتضررين مقعد. أنا موظف، هل كتاب عدم الممانعة إجباري أثناء التقديم؟ نعم إجباري، ولا يمكن استلام الملفات دون كتاب عدم الممانعة مثل ما وضح لكم دكتور كهلان.
سؤال آخر، أنا موظف على وزارة الشباب والرياضة وتم تحويلنا إلى المحافظة، هل أجلب عدم الممانعة من المحافظ أم الوزارة وكتاب الاستثناء من الوزير أم المحافظ؟ طبعا هم وضحها دكتور كهلان، وأنا راح أقول لكم أنه كتاب عدم الممانعة والاستثناء من المحافظة كونها جهة غير مرتبطة بوزارة حسب الصلاحيات المنقولة، والمحافظ هو المختص بذلك أو من يخوله بشرط جلب كتاب التخويل إذا خول أي شخص بالتوقيع عنه. يعني مثلا إذا المحافظ خول النائب ماله لازم يجيب كتاب التخويل أيضا أثناء التقديم. أنا موظف ومعدلي أقل من 65، هل يمكنني أن أقدم على الدبلوم العالي؟ نعم يمكنك التقديم على يمكنك التقديم، ولكن على النفقة الخاصة حصرا مع جلب كتاب الاستثناء بالمعدل. أنا من ذوي الشهداء، هل يمكن أن أقدم باستمارة ذوي الشهداء المصدقة من العام الماضي؟ كلا لا يمكن ذلك، لازم يجيب كتاب من ذوي الشهداء يعني جديد. هل يحق لخريجي الكليات الأهلية التقديم للدراسات العليا؟ نعم بالإمكان ذلك، ولكن الأقسام العلمية يمكنها تحديد الخلفية العلمية ورفض الكليات الأهلية كونها من صلاحيات الكلية. أنا موظف بصفة عقد، هل يحق لي التقديم للدراسات العليا وهل مطلوب مني عدم ممانعة أو إجازة؟ نعم بالإمكان ذلك، على أن لا يتعارض مع مواعيد الدوام الرسمي وموافقة المسؤول المباشر والأعلى للتقديم. ما هي مدة الامتحان التنافسي وما هي طبيعة الأسئلة؟ مدة الامتحان التنافسي طبعا 3 ساعات، والأسئلة 60% اختيار متعدد و 40% مقالية. المعدل 64.5، هل يمكن جبر المعدل للتقديم على قناة العام؟ لا يمكن جبر المعدل، فقد ألغي جبر المعدل وبالإمكان التقديم على النفقة الخاصة. أنا موظف ومعدلي أقل من 65، هل يمكن أن أقدم للدراسات العليا على قانون 20 لسنة 2020؟ وما هو الإجراء المطلوب فعله للتقديم؟ بالإمكان التقديم على قانون 20 بغض النظر عن العمر والخدمة، بشرط الحصول على كتاب عدم ممانعة موقع من رئيس الجامعة أو الوزير المختص للوزارات الأخرى، ويجب أن تكون الإجازة بعد القبول من رصيد الإجازات للموظف براتب أو بدون راتب لمدة الدراسة. هل يتم قبول المتقدمين على قانون 20 خارج خطة القبول أم داخلها؟ يكون التنافس داخل خطة القبول المعلنة من قبل القسم والكلية المعنية. أنا من ذوي الشهداء وقبلت في الدراسات العليا سابقا ورقين قيدي بسبب الرسوب، هل يمكن التقديم مرة أخرى على قناة ذوي الشهداء؟ كلا لا يمكنك التقديم مرة أخرى على قناة ذوي الشهداء، لكن يمكنك التقديم على النفقة الخاصة حصرا. يعني إذا أنت مقدم على ذوي الشهداء وقبلت سابقا ورقن قيدك بسبب الرسوب، ما يحق لك تقدم مرة أخرى على قناة ذوي الشهداء، ولكن بإمكانك التقديم مرة أخرى لكن على قناة النفقة الخاصة حصرا. أنا تدريسي على وزارة التربية، هل أستفيد من درجات المفاضلة الإضافية كوني حامل لقب علمي؟ كلا، درجات المفاضلة تضاف فقط لأصحاب الألقاب العلمية في وزارة التعليم العالي فقط. متى يمكن أن أستلم الرسالة أو الأطروحة للمناقشة؟ يمكنك التسليم متى أكملت إجراءاتك البحثية بتوقيع المشرف على طلب التسليم على أن لا تناقش إلا بعد أن تبدأ المدة الأصغرية. أن أسلم الرسالة وأناقش بعد انتهاء مدة الدراسة؟ كلا، يجب أن يصدر أمر بالتمديد أولا، كون إجراءات المناقشة والتصحيحات يجب أن تكون ومن مدة الدراسة.
طبعا دكتور احنا هاي الاسئله اللي متوفره عندنا، واني اشكركم لحسن اصغائكم، وبالامكان فتح باب الاسئله من خلال الشات، واني طبعا دواني الدكتور بعض الاسئله ممكن ان نجيب عليها اذا ممكن استاذ محمد. وفيك بارك. دكتور كهلان سمعني؟ دكتور كهلان أسمعك. دكتور أكو بعض الأسئلة راح نجاوب عليها. أكو سؤال أعتقد أنت وضحته، يعني بعد التقديم وإرسال الاستمارة هل يمكن التعديل عليها؟ بإمكان التعديل دكتور. نعم بالإمكان التعديل، لكن مرة واحدة فقط. واحدة فقط. نعم وإعادة إرسال. مرة واحدة ممكن نفتح الاستمارة، أرغب يضغط على أرغب بفتح الاستمارة، بعدها ممكن أنه يفتح الاستمارة ويسحب الاستمارة الجديدة آخر استمارة ويرسلها إلى الكلية للتدقيق مع الملف الخاص به على شكل PDF، أو يرسلها مباشرة للكلية. أكو سؤال يقول أنا موظف عقد، يصير أخذ إجازة مدة سنتين وإكمال دراسة وبعدين أرجع الدوام وبعدين أضيف شهادتي، يصير بهاي الحالة لو لا؟ طبعا وضحنا إذا كنت عقد هاي عدم الموانعة تكون من الدائرة من المسؤول المباشر على ألا تتعارض مع ساعات العمل، وبإمكانك التقديم يعني ماكو مشكلة. أستاذ بشار أيضا عدم الموانعة أيضا يجب أن تكون أثناء التقديم للدراسات العليا، لأن مطلوبة من يكتب عقد على 315 أوتوماتيكيا راح يطلب من عنده أثناء التقديم السنة هاي بالمنظومة، يطلب من عنده رقم وتاريخ عدم الموانعة اللي خاصة بالموظفين العقود، اللي حتى يقدر أنه ينسق ما بين الدائرة الخاصة به وأيضا التقديم للدراسات العليا في حال قبوله. نعم دكتور. أكو سؤال أيضا، هل تحتاج القائل الورقة التقديم كلية التربية للعلوم الإنسانية؟ نعم أنت بإمكانك عبد السلام مجيد أنه بإمكانك تشوف الموقع الخاص بالكلية هل يحتاجون الملف حضوري أم ورقي. تراجع شوف الموقع الخاص بالكلية ناشرين، هم راح على أساس إنه تجي أو تدزو دكتور. أخر أيضا من العام الماضي إذا تقدم المتقدمين إذا ما قبلوا اللي ما مقبولين يعني والآن قدموا راح تطلع لهم نفس المعلومات بالتقديم، بالإمكان التعديل عليها فقط. لا ماكو هذا بالمنظومة. بالمنظومة الآن يقدم جديد لسنة 2023-2024 بإيميل جديد ورقم هاتف جديد، ويقدم مرة ثانية على المنظومة، ومن ثم يكمل معلوماته بمعلومات جديدة ويرسلها للكلية بعد ما يكملها بملف كامل، سواء كانت ورقية أو PDF. عفوا دكتور، اليوم فتحنا المنظومة ولاحظنا هذا الشيء، يعني
أكو بيهم متقدمين للعام الماضي، يعني حتى طلعت يم التنافسي للعام الماضي، يعني أحدهم كان جايب 70 بالتنافسي وما مقبول، طالعة هاي شلون راح تروح بعد التدقيق والمصادقة من قبل المخول للكلية المعنية راح يصير التحديث. ما عندي معلومة دقيقة بهذا الخصوص، لأن أنت أعتقد على المنظومة دكتور عوض. سؤال آخر يقول بالنسبة للمقبولين دكتوراه الجلسة المؤجلة وظهرت تعيناتهم بعد صدور أمر القبول بالدراسة، هل يستطيعون الدراسة هذه السنة؟ دكتور عوات دكتور بشار تقدر تجاوب على هذا السؤال؟ شلون عفوا دكتور كنت أقرأ أسئلة مو وياك. بالنسبة للمقبولين دكتوراه على التوسعة المؤجلة وظهرت تعيناتهم بعد صدور أمر القبول بالدراسة، هل يستطيعون الدراسة هذه السنة وكيف؟ يستطيعون بإمكانهم الدراسة، لكن على قانون 2020 حصرا يكون بإمكانه أن يخير بين التأجيل للعام القادم أو المباشرة. سؤال آخر يقول إذا قدم طالب قبل وكان مع الاستمارة على أنه موظف وقدم حاليا على أنه غير موظف، ما هو الإجراء المتبع؟ طبعا هذا اللي اكتشف أنه هو موظف كاتب غير موظف راح يكون ترقين قيد بالدراسات العليا. أقول أيضا أحد الأسئلة يقول عدم ممانعة يمتى تصدر 2020 نحتاج بالتقديم. طبعا الموظفي وتدريسي جامعتنا المتقدمين وفق قانون 2020 أصدرنا الأمر الجامعي الخاص بهم، إذا كان موظف فيراجع قسم عفوا شعبة شؤون الموظفين الإدارية حتى يصدر كتاب عدم ممانعة ويقدم. أما إذا كان تدريسي يروح على قسم شؤون التدريسي شعب شؤون التدريسيين أيضا ويسحب يأخذ كتاب عدم ممانعة على ضوء الأمر الجامعي الصادر من قسمنا حتى يقدم به على دراسة. سؤال آخر يقول ما هي المدة الصغيرة للدراسة الدكتوراه البحثية؟ الدكتوراه البحثية حال الدراسة الأخرى، الدكتوراه المدة الصغرية لها سنتان ونصف فقط، بعد ذلك يمكن لنقصد سنتين ونصف. حالها حال الدراسة البقية، ما يعني مشكلة بيها. إذا أجور يومي يحتاج أمر عدم ممانعة، لا أجور اليومي ما يعتبر موظف، فممكن أن يقدم. نعم. لما في مشكلة بيها. دكتور وضحت سؤال العفو أثناء شرحك، أحد الأشخاص كاتب عندي شهادة كفاءة إنجليزي وعربي مكتوب بها مستوفي، هل أكتب مستوف لو إلا الدرجة؟ وين يعني يكتب مستوفي وين بالضبط؟ يعني أنت وضحت لهم أنه بشرح أنه يكتب أحد الحقول حسب ما حسب ما موجود بالاستمارة، ما أكون موجود باستمارة التقديم بالمنظومة التقديم للدراسات العليا اللي هي مستوفى اللي هي مقبول، أكو قسم من المراكز الامتحانية تكتب مقبول واللي هي من 50 إلى 60 وقسم المراكز الامتحانية تكتب مستوفي وهذا المستوفي أيضا هي من 50 إلى 60 نفس الدرجة تأخذ. منظومة التقديم للدراسات العليا راح يلقاها مستوفي ما راح يلقاها مقبول، ولذلك يختار كلمة مستوفي وراح يلقى أيضا كلمة متوسط وبعدها جيد وجيد جدا وامتياز، فيضغط على مستوفي ويكمل اسم المركز الامتحاني ويكمل الباقي التفاصيل. أيضا أكو سؤال الاستمارة 500 و501 إلى آخره عند ملئها أبعث للكلية بشكل PDF مع رابط الإلكتروني أو أوديها حضوري الكلية عند طلبها منا؟ طبعا أنا جاوبت ودكتور كهلان أيضا جاوب، هذا حسب الكلية، الكلية بعض الكليات أجازت أنه الفايل
على موقع بصيغة PDF أو حضوري حسب صلاحيات الكليات، وبإمكانكم تشوفون الموقع الخاص بالكلية. واحد يقول، أحد المتابعين يقول أنا خريج كلية الإمام العظم على أقسام كركوك، هل يحق للتقديم على جامعة كريد؟ بالتأكيد يمكنك التقديم على الاختصاص المناظر في كليات العلوم الإسلامية وجلب عدم كتاب عدم مانع من الكلية إذا كنت أنت غير، إذا كنت موظف، أما إذا كنت غير موظف يمكنك التقديم بشكل مباشر. سؤال آخر من المتابعة اسمها زينب، بالنسبة للمتعين الجديد على التربية هل يحق له التقديم على الدكتوراه علما لم يتم إضافة شهادة الماجستير؟ بالتأكيد أنت الآن على وزارة التربية، فيطلب من عندك عدم مانعة، وبالتأكيد يجب أن تكون هذه عدم مانعة على آخر شهادة، ولا يمكنك التقديم إذا لم يتم احتساب شهادة الماجستير. سؤال آخر دكتور، أنا خريج كلية الإمام الأعظم أبوك حاليا، هل يحق لي التقديم على جامعة تكريت؟ طبعا جاوبت عنه، جاوب الدكتور يعني إيه، جاوبت عنه هسه قبل قليل. إذا طبعا الخلفية العلمية لكلية العلوم الإسلامية تقبل خريجي كليات الإمام الأعظم، لكن حسب التخصص الدقيق للمتقدم، أكو قسم الأقسام تقبل وقسم الأقسام ما تقبل، فممكن أن يلاحظ ذلك من خلال الخلفية العلمية الخاصة بالكلية الخاصة بكلية العلوم الإسلامية. بالإضافة دكتور الكلام إنه المواد الدراسية أيضا قد تكون هناك مقاصر، يعني لاحظنا. نعم تمام. أكو شخص اسمه خلف طلب علي يقول أنا قدمت، شلون ألغيها؟ على شنو قدمت بالضبط؟ طلعت لي المعلومات وأرسلتها. ها يعني ممكن أنه تلغى الإرسال، أنه تفتح المنظومة، منظومة التقديم للدراسات، اللي تسجل الإيميل مالتك والباسورد الخاص بك اللي يوصلك عبر الإيميل، ومن ثم بعدها ممكن أنه تفتح الاستمارة، مثل ما بآخر صورة أنه أنت ترغب بفتح الاستمارة وتعيد معلوماتك الخاصة بك إذا كان عندك أخطاء بها. أكو سؤال أيضا يقول قانون 20 لسنة 2020 من المشمول بهذا القانون؟ ممكن توضيح؟ طبعا قانون 20 هو للمشمولين بالوزارات، بإمكانهم التقديم وفق هذا القانون بجلب كتاب عدم ممانعة من الدائرة وحسب الإجازات يعني اللي للموظف، قد يعني هي سنتين، لكن ثلاث أشهر براتب وتقدر تأخذها بثلاث أشهر بدون راتب، وهذا بالسنة الأولى أثناء إكمال نظام الكورسات، والسنة الثانية ممكن أن تكون الإجازات بشكل متقطعة يعني ثلاث أيام بالأسبوع حسب الاحتياج أنت والمشرف. أكو سؤال آخر يقول أني الأول على القسم، التقديم يكون على أي قناة؟ أكو هي طبعا التأكيد راح يكون التقديم على قناة الهار وتدخل الامتحان التنافسي، لكن أكو فقرة عندما تقول أنا الأول راح تضاف لك ست درجات، ست درجات على درجات المفاضلة، لكن يجب أن تثبت أنه أنت الأول، تجيب ما يثبت ذلك من خلال الوثيقة، ويجب أن تكون الأول على الدراسة الصباحية حصرا، الأول على الدراسة الصباحية في القسم المتخرج منه. يعني إذا أنت كنت متقدم على قسم الكيمياء مثلا، أنت متخرج من قسم الكيمياء في كلية العلوم، متخرج من قسم الكيمياء في كلية العلوم، تجي تقدم حصرا أنت من كلية العلوم مثلا في جامعة تكريت،
بقسم الكيمياء تقدم على هذا القسم حصرا، يعني ما يحق لك تقدم مثلا على قسم الكيمياء في كلية التربية، أو يحق لك تقدم على جامعة أخرى في نفس القسم، لا يجب أن تكون تقدم بنفس القسم المتخرج منه وتأخذ 6 درجات مفاضلة. لكن هاي الدرجات المفضلة ما راح تفيدك إذا ما نجحت بالامتحان التنافسي لحد هذه اللحظة. دكتور عفوا، أكو سؤال يعني متكررة، كاتبين جامعة كيف ماكو بالرابط، شلون نقدم؟ دكتور أنت نشرت الرابط على الشات؟ أي نشرت الرابط، والرابط منشور اللي هو admrdd.edu.io، طبعا وضحتها بأول ما بديت بالندوة مالتي، واللي هي ذكرت انه جامعة تكريت غير مستقلة الكترونيا حال الجامعات الاخرى، اللي هي اعتقد اكو 8 جامعات او اكثر، جامعات مستقلة روابطها مختلفة، لكن احنا على رابط الوزارة، واللي هو على هذا الرابط مباشرة ننشي حساب ونبدأ بالتقديم لدراسات العليا. دكتور اكو سؤال يقول إذا موظف قدم على أنه غير موظف ونحن نعلم به موظف، نمنعه من التقديم أو نمنعه من ذلك؟ وهيك شيء عندنا استمارة التقديم، إحنا ما كان موظف مانع، أو إذا غير موظف هذا توقفية حسب مصداقية الشخص مع جل احترامنا. لكن بعض الوزارات اللي موظفين بيها ما راح يقدرون يكون اجازات، فيلتجون لهذا الشيء. اكثر من حاله انه موظف قدم على غير موظف وصار مجلس كليه ورفع النبي انه هذا الشخص قدم على انه غير موظف وتبين انه موظف، فصار إلغاء قبول هذا الشخص. يعني طبعا أكو أعتقد قسم من الخريجين البكالوريوس فاهمين تقييم القيد بشكل مختلف، يقول السلام عليكم، إذا كان طالب مرقم قيده أكثر من مرة البكالوريوس ما لا يكتب أي رقم منها؟ طبعا ترقيم القيد فقط اللي يكتبها اللي هو إذا كان مرقم قيده في الماجستير، بالبكالوريوس ما يكتب أي معلومات عن ترقيم القيد، فقط إذا كان مرقم قيده في الماجستير أو الدكتوراه ويكتب معلومات الخاصة بترقيم القيد فقط. دكتور أكبر، هذا أشخاص كاتب خريجة كلية خريج كلية بلاد الرافدين الجامعة أهلية، شكتب في حقل الكلية وحقل الجامعة موجود، إذا هي فقط كلية بلاد الرافدين يكتب حقل الجامعة، يكتب كلية بلاد الرافدين والجامعة، حقل الجامعة وحقل الكلية اثنين يكتب كلية بلاد الرافدين، لأن هي ما ترتقي إلى جامعة فقط كلية، فبها صلاحية الجامعة وصلاحية الكلية. يعني بالحقل يعني يكتب بلاد الرافدين الجامعة بالضبط، كلية وحقل الجامعة. تمام. أكو سؤال آخر يقول هل التدريس في التعليم العالي له امتيازات أم يقدم على العام حل البقية؟ بالتأكيد يقدم على العام، لكن امتيازاته هي شنو؟ إذا كان عنده لقب مدرس مساعد يحصل على درجتان على درجات مفاضلة، إذا كان عنده لقب مدرس يحصل على 4 درجات، إذا كان عنده لقب أستاذ مساعد يحصل على 6 درجات مفاضلة إضافة لدرجات المفاضلة الحصل عليها. إذا ما موجود الزقاق والمحلة ورقم الدار، هذه موجود ما موجود بطاقة تموينية فارغ مكانهم، ولا بطاقة السكن أتركهم فارغات، بالتأكيد إمكانك أن تتركهم فارغات إذا ما موجود لا بطاقة السكن ولا بالبطاقة التموينية. دكتور هذا سؤال أنا الثاني على دفعتي وعندي تأييد على ذلك الماجستير وأريد أقدم على الدكتوراه، هل يوجد بها درجات مفاضلة أم لا؟ درجات المفاضلة ما موجودة بالنسبة للأول أو الثاني الماجستير، فقط إذا كنت تقدم على الماجستير الدكتورة ما بيها درجات مفاضلة.
أعتقد انتهت الأسئلة أستاذ بشار. ما أعتقد أكو أشي. ها سؤال آخر يقول رجاء بس كتاب الاستثناء من المعدل بالنسبة للموظف وزارة الصحة دائرة الأنبار أجله من الوزارة من مجلس المحافظة. بالنسبة لدائرة الصحة، دائرة الصحة أعتقد أعيد ارتباطها إداريا بالوزارة، ولذلك يجب أن يكون عدم الممانعة من وزارة الصحة وكتاب الاستثناء حصرا موقع من الوزير، أو لا الاستثناء فقط من الوزير حصرا. يعني الوزير بالنسبة للاستثناء، الاستثناء ما إجا به أي تخويل، فقط التخويل لعدم الممانعة، أما الاستثناء حصرا من الوزير اللي مخول بإعطاء الاستثناء. دكتور أكو سؤال آخر رجاء كتاب الاستثناء اللي ذكرته، هو مثلا شخص بوزارة الصحة الأنبار متعين يقول أجلب من الوزارة من مجلس المحافظة. هسه جاوبت عليك، كتبت من الوزارة، قلت من الوزارة. أي من الوزارة. أي أيضا أكو سؤال آخر يقول أنا مقدم على قانون 20 يحتاج أسوي كتاب استثناء باعتبار التقديم على قناة النفقة الخاصة. قانون 20 ما يحتاج كتاب استثناء لأنه هو مستثنى من العمر والمعدل، فقط يكون التقديم على قناة النفقة الخاصة ويدل بكتاب عدم الممانعة. أستاذ محمد تسمعني، الأسئلة اللي أسئلة وأجوبة راح أدلك إياها ننشرها مع المحاضرة حتى بخصوص أي أيضا أكو سؤال آخر يقول بخصوص بعض التخصصات بالنسبة روضي طبعا هذا صديقنا اسمه روضي موجود دائما على الفيسبوك وموجود عنده، أنا متابعة طبعا على مجموعة خاصة بدليل الإرشاد للدراسات العليا، طبعا متعاون بشكل كبير مع المتقدمين وينشر لهم دائما التعليمات ومتابع بشكل كبير، طبعا هو شخصية مجهولة لكن يبتغي ذلك الأجر وبارك الله فيه وجزاه الله خير. أكو سؤال آخر من صديقنا روضي اللي هو يقول بخصوص بعض التخصصات لجهة التقديم لا تظهر للمتقدم، كيف يتم إضافتها؟ بالنسبة لهذا التخصصات، أكو بعض التخصصات ما ضافتها وزارة التعليم العالي، فبالإمكان أنه وزارة التعليم العالي يعني هاي الكليات خصوصا الكليات الأهلية اللي ما ضافت هاي التخصصات أنه تراجع وزارة التعليم العالي وتضيفها على المنظومة، لكن أغلب التخصصات هي موجودة. وأحيانا يكون الخطأ من المتقدم عندما يقدم راح يشوف أنه معلومات الشهادة مالته ما كاتبها بشكل صحيح، لو يكتبها بشكل صحيح راح تظهر له التخصص الدقيق اللي يريد يروم التقديم عليه. عندما يختار تخصص الشهادة الدقيق راح يظهر له جهة التقديم بشكل صحيح، وأما إذا ما اختاره بشكل صحيح ما راح تظهر له جهة التقديم لأن واحدة مرتبطة بالأخرى، معلومات الشهادة الحاصل عليها مرتبطة بمعلومات جهة التقديم، يعني يجب أن تكون معلومات الشهادة نفس الخلفية العلمية اللي يريد يقدم عليها، إذا كان هو معلوماته مختلفة عن جهة التقديم بالتأكيد ما راح تظهر له، فيجب أن تكون متناسقة مع جهة التقديم لأن هذه منظومة متكاملة تعتمد على الشهادة الحاصل عليها المتقدم قبل أن يذهب إلى معلومات الخاصة بجهة التقديم. يمكن هذا السؤال الأخير، المواد التنافسية لقسم الفقه وأصوله، طبعا هذا من الكلية يقدر تأخذه من كلية العلوم الإسلامية حسب ما أكيد هم فيه على موقع الكلية، بإمكانك أنه وأيضا موجود على في منظومة التقديم، من راح يقدم راح يلقى مواد الامتحان التنافسي موجودة من ضمن منظومة التقديم للدراسات العليا فضلا عن عدد المقاعد. نعم أعتقد يعني شملنا كل الأسئلة وبارك الله فيكم، وإن شاء الله نلتقيكم في دورات قادمة، وشكرا جزيلا وشكرا لمركز التعليم المستمر.
شكرا جزيلا دكتور، ما قصرت. دكتور محمد إذا تسمعني، عثت لك الأسئلة والأجوبة، بإمكانك نشرها من خلال المحاضرة حتى يستفادون منها أكثر عدد ممكن، يعني على أكو ناس ما حاضرة، ناس عدها، فمن خلال نذكركم للمحاضرة راح يستفادون إن شاء الله منها. والأسئلة بعث لك إياها على الواتساب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. عليكم السلام. Goodbye.